هذه الفرصة للاحتفال بشكل علمي بالمنجز الروائي للمبدع محمد المباركي، وهو دأب سارع للمختبر منذ تأسيسه يكرم الأسماء الإبداعية التي تستحق التكريم في هذا الوطن. أعددت بعض الأسئلة أتمنى أن تكون في مستوى هذا المقام، وأبدأها بأول سؤال للأستاذ المباركي. بدأت قاصا قبل أن تنتقل إلى فن الرواية، هل تعتبر القصة مجرد عتبة وتمرين يمهد لكتابة الرواية، أم أنها من منظورك الخاص فن قائم الذات يعبر عما لا تستطيعه الرواية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية طيبة، السلام عليكم. قبل الإجابة على السؤال أو عن السؤال، قبل الإجابة عن السؤال أود أن أشكر مختبر السرديات على هذه الالتفاتة. أنا القادم من الشرق من وجدة الوجد، شكري لكم مهما شكرت المختبر فإني لن أستوفيه الشكر والشكور. هذه الالتفاتة لن أنساها ما حييت، لن أنساها. كانت هناك تكريمات، كانت هناك ملتقيات، ولكن هذا الاحتفاء هنا بالمسيق احتفاء رائع. واسمحوا لي أن أقول لكم بأنني ما سمعته من دراسات، وكأني أسمع أو خيل إلي في لحظة من اللحظات كأني بالأوبرا أمام أوركسترا في الهارمونيا وهي تعزف الفصول الأربعة، أو تعزف رقصة الأطلس، أو تعزف بحيرة البجع. أعود إلى الصديق العزيز وإلى سؤالك. أنا بدأت قصا لأنني قرأت القصة وأنا ما زلت تلميذا، وكان أحد أساتذة الفضلاء في الثانوي، في ثانوية عبد المؤمن، كان يسمح لي أن أقرأ بعض الخربشات على زملائي وكانوا يشجعوني، فكتبت القصة. وأنا كتبت القصة يعني في وقت مبكر، وكان كما أشار صديقي سعتماني كان أول نص نشر لي كان نشر في البلاغ المغربي كلمة الرفض، وتتخيلون كيف كانت فرحتي آنذاك. بدأت بالقصة لأني قرأت القصص المؤسسة لهذا الفن، وقرأت لكبار القصصين، لا العرب ولا الروس ولا الأوروبيين وغيرهم. وأصدرت مجامع قصصية، وأول مجموعة قصصية نشرتها في 2010، وعمري آنذاك كنت قد بلغت 50، يعني تأخر شيء مما هذا الكتابة أو هذا النشر أو الكتابة بصفة عامة، ودومت على كتابة القصة. ولكن في لحظة من اللحظات وجدت نفسي أن القصة لا تستوفي بالطموح أو بذلك البركان من الأفكار أو من الأفكار، لا في فؤادي ولا في قلبي. فكتبت القصة
قصة جدار التي تحدث عنها الصديق العزيز، كانت في الأصل هي رواية، ولكن كانت في الأصل قصة قصيرة. في لحظة كتبتها وأعدت كتابتها ولكن في لحظة من اللحظات وجدت نفسي أكتبها رواية أو أعيد كتابتها رواية. ما زلت أكتب القصة القصيرة، ولكن لا أخفيكم أكتب القصة القصيرة ولم أعد أنشر. أكتب القصة القصيرة وأضعها في الرف، بغيت استثمارها في الرواية. وشكرا. تحفل روايتك الأولى جدار روايات متنوعة للثقافة الشعبية وحضور قوي لعادات وتقاليد الجهة الشرقية للمغرب، هذا يتماشى مع ما قراءة صديق ياسين لهذه الرواية. هل يتعلق الأمر بهوية سردية تعيد الاعتبار لما أسميته في الرواية المغرب غير النافع، هذا المقصي والمهمش والمنسي؟ هل هي حقينة الروائي الثقافية وذاكرته المشبعة بصور الطفولة تفرض نفسها على العمل فيأتي حابلا محتشدا بآثار هذه الهوية الجريحة؟ إذا قلت غير ذلك مجانبا للصواب، هو صحيح كان يحز في نفسي أن نعيش في المنطقة الشرقية لعنة الجغرافيا، ونعيش التهميش، ونعيش في فترة من الفترات نعيش الإقصاء، ونعيش المنطقة المغرب الغير النافع، وهي فكرة كولونيالية. عشنا هذه الظروف، ولا أريد أن أتحدث عن ما كتبت، ولكن كان هذا باعثا على الكتابة. وكما أشار صديقنا الذي تناول الجدار بالدراسة، هذه الهوية، هوية الإنسان الشرقي كانت حاضرة في الرواية. ومن هذا المنطلق كتبت رواية جدار، باعتبار أن رواية جدار هي أول عمل روائي لي، هذه معروفة، أول عمل لي كانت هي رواية جدار. إذن من هذه البواعث كتبت هذه الرواية، من الأشياء التي ذكرتها قبل قليل هي التي اضطرتني إلى كتابة هذه الرواية. اضطرتني، أقول هذه الكلمة تجاوزا، إلى كتابة هذه الرواية، لأن الرواية كانت قصة، ورأيت أن القصة لا تفي بمكنونتي قلبي، فتفجرت في الرواية. والرواية رغم ذلك لو كتبتها الآن لن تكون بالحجم الذي هي عليه الآن. يحس يعني قارئ هذه الرواية بحضور بعد سرداتي فيها من خلال ديك العودة المتواترة للطفولة. نعم. عودة وصور، يعني صور كأنها تفرض نفسها فرضا على الكاتب. يعني أريد أن أسألك في هذا الخصوص، يعني ما هو رهانك الموضوعاتي والفني الكامن وراء هذا النزوع الأوتوبيوغرافي في هذه الرواية؟ هو الإمتاع والمؤانسة. هناك فكرة أركز عليها، إذا كان هناك من يتمتع بشيء يكتبه، أنا أول ما أتمتع بكتاباتي. وصراحة وقعت لي كثير من السجلات مع ونقاشات مع الأصدقاء، قالوا لي مثلا لما تكتب هل تضع القارئ في أمام نصب عيني؟ قلت لهم أنا لا أضع القارئ أمام نصب، أنا أكتب أولا لأمتع نفسي، وثانيا طبيعة الحال ليتمتع القارئ.
هذا هو المنطلق. تتسم الرواية دائما جدار. نعم. بطابع واقعي نقدي. نعم. إلا أن الاشتغال الرمزي للعنوان. نعم. في ثنايا النص. نعم. بوسطه بؤرة دلالية تتناسل منها محكيات الرواية. نعم. أنت تتحدث عن جدران كثيرة داخل نعم. الرواية تعود دائما للجدار. نعم. استشهد مثلا بجدار برلين، استشهد مجموعة من الجدران، جدران ثقافية، جدران سياسية، جدران نفسية، يدفع كل هذا يدفع إلى التساؤل، هل الرواية استعارة كبرى عن تحول المجتمع المحلي في المنطقة الشرقية من قيم التكافل والتعاضد إلى قيم الفردانية والانكفاء الذاتي؟ ربما جيلي عاش واحد الفترة التي كان فيها الفكر الجمعي، هو كان فيها التكافل، المحبة، كان فيها صديقي السن ميلود يعرف هذا، إذا وجدت منزلكم يعني أن أمك مثلا خرجت يمكن أن تطرق باب الجار وأن تأكل، يعني واحد الحياة كانت بسيطة ولكن كان فيها واحد اللذة، واحد اللذة، حتى إن الغني في الحومة كان لا يريد أن يظهر بمظهر الغني، يظهر بمظهر بقية السوق. هذا التحول الذي عشناه، الذي عشته أنا أتحدث، الذي عشته، وهذه مسألة طبيعية، هذه مسألة تبان طبيعية في تحول المجتمع، التحول البشري من الفكر الجمعي وهذاك من الفكر الجمعي وهذاك ومظاهر هذا الفكر هذا إلى الفردانية، هذه حزة في نفسي كثيرا، حزة في نفسي، لا أقول أنني لم أكتب منها المنطلق، حزان في نفسي كثيرا، خاصة على مستوى العائلات، كنا نعيش في عائلات كما كان يعيش الفرد داخل القبيلة، لا يمكن للفرد في القبيلة أن يجوع، لا يمكن أن يعرى، لا يمكن أن يظلم، لا يمكن، لماذا؟ لأن القبيلة كانت تقوم بكل شيء. وحنا المغاربة عندنا هذا الشيء في التاريخ ديالنا المعروف، علينا عندنا التويزه مثلا راه مظهر من مظاهر هذه مظاهر، ولكن هذا التحول الذي تم التعبير عنه في الرواية بطبيعة الحال، هذا التحول جاء من ربما يكون هناك الرفض، رفض الفردانية والأنانية والغلو في هذه الأنانية والمصلحة إلى غير ذلك. يعني من ترستيها سي محمد يعني بتشخيص درامي. نعم. تؤشر رواياتك اللاحقة على اتساع أفق اشتغالك ارتهانك لحق التاريخ إطارا ومادة حكائية. نعم. ما هي دواعي هذا الاستثمار للتاريخ في رفض التخيل الروائي؟ وإلى أي حد يستطيع التاريخ أن يجيب عن القضايا الراهنة ويفجر لا مسكوت عنه ولا مفكر فيه؟ هو أنا اشتغلت كمدرس للتاريخ 37 سنة، لا أقول أنني صبرت أغوار التاريخ، وإنما درست التاريخ، ومن خلال دراستي للتاريخ اقتنعت في لحظة من اللحظات بأن هذا التاريخ يكون مادة للكتابة، ولكن لهذا التاريخ الذي سأعتمد عليه في الكتابة التاريخية، في التخيل التاريخي، إذا كنت سأنقله كما هو فهذا اجترار. لذلك
حينما الحادثة التاريخية يعرف الجميع بأنها حادثة محكومة بالزمن والمكان واعتبارات أخرى. هذا التاريخ الذي اشتغلت عليه أو على بعض المسكوت عن يعني إذا ركزت على المسكوت عنه ركزت على المسكوت عنه العبودية مثلا يقال نادرة نادرة الحضور يعني في حتى على مستوى البحث نعم. ما بالك على مستوى مثلا الاستثمار في الأعمال الروائية في الرواية العربية نعم. ثم إني لما كنت أدرس التاريخ وأقف عند هذه النقاط السوداء في تاريخ المسلمين بالضبط في تاريخ المسلمين وجدت أن هناك أشياء وأنت تقرأها ينفر قلبك منها فهي التي كنت ركزت عليها حاولت التركيز عليها أقول حاولت التركيز عليها من باب الرفض وحتى الحادثة التاريخية التي يبحث فيها المؤرخون للوصول إلى نسبة من الحقيقة كما في مدرسة الحولية لزانان هذه الحادثة التاريخية لا تهمني من حيث وقوعها وإنما تهمني أنا في عجلة من أمري دائما كمبدع أنا في عجلة من أمري في التاريخ لا أريد لا أتعمق في الحادثة التاريخية وإنما أخذها ليس كما وقعت أو أكتبها ليس كما وقعت وإنما كيف كما أردت لها أن تقع كما أردت لها أنا أن تقع طبعا الحف في إطار تخيلي لأن بعضهم كنا في مدينة أبركان كان هناك احتفاء بالشروق الشمسي وطرح ما زلت أذكر أحد الأخوة طرح علي سؤال أيهما ينتصر في دواخلك المؤرخ أم المبدع قلت أنا طلقت المؤرخ أنا الآن مبدع الذي سينتصر حين هو المبدع أما المؤرخ انتهى أمره بمجرد أنني وخاصة الآن بمجرد أنني حصلت على التقاعد صافي ضيعوا النوع عنكم أضحى العديد من الروائيين والكتاب نعم. ينزعون صوب التخيل التاريخي نعم. مغرب يعني هذه ظاهرة نعم. لماذا تفسر هذه الظاهرة وما هي أبرز السمات في نظرك الغالبة على التوظيف للتاريخ في هذه الأعمال كاين بعض الأعمال قريتها التي توظف المخطوط التاريخي والتاريخ بصفة عامة وصراحة نجيك من الأخير عجبتني الشيء اللي قريته عجبتني لا عند المغاربة ولا عند غير المغاربة توظيف التاريخ إنما ولكن هذا التوظيف منهم من اشتغل على الوثيقة وتلاحظ كيف أنه اشتغل على هذه الوثيقة من موقع محترف والتاريخ لأن النزوح إلى التاريخ من أجل التخيل كتابة تخيلية لأن التاريخ منجم وحتى هذا التاريخ الذي درسناه فلا أقول أنه تاريخ يعني حقيقي كاين تاريخ كتبه المنتصرون كتبه هؤلاء إذا كتبوا عن المنهزمين كتبوا عن الفئة المهمشة وهل المجرة فطبعا هذا جيد أما أن يكتبوا عن ما كتب عنه فهذا شيء آخر حتى بالنسبة للشخصية التاريخية حتى وإن كانت ملوكا أو كانت لو كتب عن الجانب الخفي من حياتها ذلك سيكون أحسن ويكون أفضل
ما زلت كنت كنا في مدينة بركان، وكان عندنا ملتقى ديال الزجل، ملتقى ديال الزجل، وحضرت إحدى الزجالات المغربيات وتحدثت في قصيدتها عن رحيلة، شخصية رحيلة. فاقتربت منها وسألتها عن رحيلة، قالت لي رحيلة هي أخت عبد المؤمن بن علي القومي، والتي كانت قد أحبت شابا، ولما اكتشف أخوها الخليفة فقتلها وقتلها. مأساة. يعني هذه الجوانب، هذه الجوانب المتخفية من هذه الشخص التاريخية سيكون الكتابة عنها أجمل حسب رأيي. وهذا هو دور الإبداع. نعم. اشتغلت في ثلاثيتك الروائية مهجة وشروق شمسين وهذا الرطيب على العبودية. نعم. وهو موضوع كان حاضرا على المستوى الاستعاري منذ روايتك الأولى جدا. يعني مجموعة ديال الاستعارات كتهضر على العبودية. يعني ما هي حكاية هذا المهيمن الموضوعاتي الغائب في في في, في المتن الروائي العربي تقريبا؟ نعم. الذي فجر هذا الثلاثية أو الخماسية فيما بعد، خاصة المهجة، الذي فجرها ملخص لدراسة كان قد قام بها الأستاذ عبد الإله ديال فاس ديال فاس الرئيس ديال بن مليح. هذه الدراسة هي ملخص نشرتها الزمان وقرأتها مرتين، هي التي فجرت، وخاصة ركزت على المراجع والمصادر، النوازل الفقهية عند الونشارسي وغيرها. هذه فجرت المهجة وتبعتها. لكن الذي فجر الموضوع هو منذ كنت أو منذ وعيت نفسي وأنا رفضا قاطعا، أو لم يتحمل عقلي الصغير أن يستعبد إنسان إنسانا، وخاصة من خلال حكاية جدتي لأمي كانت تحكي لي دائما عن قبائل بني زناسن، وتحكي لي على عمها بأنه كان يملك أمة جيء بها من إفريقيا. هذه الحكاية بقيت يعني وأنا صغير كنت أرفض العبودية جملة وتفصيلا. من بعد يعني وأثناء وأنا أكتب مهجة، وكما قلت تعاملت مع النوازل الفقهية وتعاملت مع العهد القديم التوراة، وتعاملت مع الإنجيل والقرآن طبيعة الحال والموطأ وكتاب الأم وغيرها من المصادر، وتعاملت مع المصادر والمراجع، وليت اللائحة اللي اعتمد عليها الأستاذ ابن مليح. يعني وجدت العجب العجاب في هذا الأمر، خاصة عند المسلمين. حينما كنت أدرس تلامذتي كنت دائما أضع خريطة إفريقيا وأقول لهم بأن المسيحيين سرقوا 16 مليون من الأفارقة، ولكن لما رجعت وجدت بأن المسلمين سرقوا 20 مليون من غرب إفريقيا، والزنجبار كانت جزيرة لجمع العبيد وتصديرهم إلى الوطن العربي. ثورة الزنج التي وقعت في العهد العباسي واستمرت 14 سنة، وتحدث عنها مظفر النوال، كتبت عنها جوسلين لعبي رواية. نعم. حكاية القراميطة لهاد ثورة الزنج وعلى العبودية، وربما هي من روايات القلائل التي تناولت الأخرى هذا الموضوع ديال العبودية.
فمثل هذه وحنا قرينا ثورة العبيد، قرينا وشفنا أفلام سبارتاكوس مثلا، ثورة العبيد في روما ما بين 70 ما بين 73 و 72 قبل الميلاد، 73 72 قبل الميلاد، هذه الثورات. فكان لابد أن ينفجر هذا الموضوع مع ليزا التي جاءت أو التي بعتها أمها من قرية الصيادين ببحر الخزر. لأنني لما عدت إلى الجغرافيا التاريخية إلى الأطلس بورداس، لما عدت وجدت الإمبراطورية الخزرية، وهذه الإمبراطورية الخزرية كانت إمبراطورية يهودية حكمها أحد الملوك الذي تهود وهود دولته، لأنه كان ما بين الروس الأرثوذكس وكان ما بين العباسيين المسلمين، فحتى لا ينسق بين هذا وذاك بين هاتين الإمبراطوريتين العظيمتين تهود الخاقان. أنا عدت إلى هذه يبدو لي أنني أجبت. تندرج أعمالك الروائية من الدرامي إلى الملحمي، وهو تدرج ينعكس على الشكل واللغة والحجم أيضا. فمن الرواية القصيرة نسبيا أو المتوسطة إلى الرواية متعددة الأجزاء، ومن الفضاء المحلي إلى الفضاء الأفق الجغرافي الواسع، ومن الزمن الراهن إلى التاريخ في وساعته. كأنك تنتقل من الرصد المجهري إلى المشهد البانورامي، ومن نقد المجتمع إلى التاريخ لتحولاته القيمية الكبرى. أنا الصديق أقول لك واحد الكلمة بين كل نكتب ومن بعد نعاون نقول الجنون راه نكتبوا معايا. والله إلا نقول الجنون راه نكتبوا معايا. لما نكتب أكتب أحيانا واحد السرعة، ربما يرجع ذلك إلى السن، ربما إلى السن، لأن أنا كتبته متأخرا حتى بلغت 50 سنة عاد بديت نكتب، ربما يرجع ذلك إلى هذا التراكم اللي وقع لي سواء في الحياة ديالي ولا في خلال القراءة ديالي وغيرها. هو صحيح ما قلته الآن، صحيح قال لي أحد الأصدقاء بأنني أنا لا أقرأ الرواية الضخمة، قلت له قال لي روايتك ضخمة ولا أقرأها، قلت له خويا هذاك شي شغلك أقرأ ولا أقعد، شغلك هذا، أنا نقرأ الروايات الكبيرة، أنا قريت الروايات المؤسسة، رواية طحنتها قريتها كبيرة، هذاك هو أجد نفسي في الروايات الكبيرة. هذا ليس معنى أنني أنتقص من الروايات ذات الحجم الصغير أبدا، ها أبدا، الجميلة النائمة تعتبر من أحسن الروايات رغم أنها مريود للطيب صالح. قرأتها وأنا تلميذ، وقرأتها واشتريتها وأنا كبير، قريتها وكان لي مع 80 صفحة، وكان لي معها واحد قصة مريود للطيب صالح. أنا أجد نفسي في الرواية الضخمة، ربما هذا الذي جعلني ربما أكتب. ثم في الكتابة الإبداعية لا أدري، قلت لك في لحظة من اللحظات كتبت القصة، المجاميع القصصية شفت بأن القصة لا تفي بالغرض، بغرضي أنا كلمة على نفسي، فالتجأت إلى الرواية، والرواية الصغيرة ما بين جدار مثلا، ما بين جدار ورائحة التراب المبلل والخماسية راه فرق كبير من حيث الحجم. ثم أنتم تعرفون كلكم بأن الكتابة الروائية أو الرواية هي كتابة الجزئيات التي أحد الفنانين عندنا في مدينة وجدة رسام تشكيلي،
احسنت كيلي وكان يعمل معايا ومرور على واحد الورد على الورد نحن مررنا هكذا ولكن هو لم يمر على تلك الوردة. أعاد من كانوا معه وقال لهم انظروا إلى البتلات بتلات الوردة الوردة إلى البتلات انظروا إلى قطرات النادى إلى قطرات النادى احنا فتنا عليها ولكن هو النظر إلى قطرات النادى في الرواية وأنا أكتب لا أقتنع مثلا بما أكتبه حول الشخصية صحيح عندي تعدد الأصوات كاين أنا أعتمد على تعدد الأصوات ثم حتى في الشخصية أحدهم قال لك لا تصف لي المطار إنما جعلني أتبلل تصف لي المطار أي واحد يوصف المطر ولكن أن تجعلني أتبلل وأنا أقرأ وأنا على أريكة وأقرأ الرواية فهذا الشيء كبير وكبير جدا. شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا بارك الله فيكم. الله يحفظكم وبارك الله. أتمنى أن أكون في المستوى ديال هذا. تفضل تفضل السي ساوري تفضل تفضل شكرا لكل الإخوة المتدخلين الذين قدموا مداخلات حول رواية الأستاذ محمد باكي نجدد الشكر مرة أخرى للأستاذ عثمان على شهادة القيمة في حق الأستاذ محمد باكي ونجدد الشكر أيضا للأستاذ العالم يعني على أسئلته الدقيقة التي استطاع خلالها أن يغوص معنا في عوالم أستاذ محمد باكي الروائية نشكر مجددا مختبر السرديات على هذا الاحتفال بواحد من أهم كتاب الرواية في مغربنا اليوم نعدكم بأن أوراق هذه المجموعة ستنشر في أحد الكتب جماعية لمختبر الاقتصاديات ونرفع هذه الجلسة وشكرا للعضو الكريم. شكرا لك.